شفنا الاشياء بالتلفزيون وبالنت، كيف داعش كانت بسوريا، كيفاش تعامل الناس، كيف تعمل اناشيد، كيف تقيم شرع الله. عجبنا الفكره. حتى كناموا بخافوا على حالنا، بخافوا على اطفالنا، بخافوا على ازواجنا. نجموا نحن نايمين يجوا ياخذوا ازواجنا وبيقتلوهم هيك. انا انسانه نغلط، بشر يغلط معناه، وننصح اي واحد ينقذ حاله من هلا، ولا لو شفت تسكمه داعش باش يموت كافر مفتس لا حور ولا تقابل عز وجل. راك نار جهنم ومأسى المصير.